به كلين تاريخة الخروج ما كانتش باهية برشا ما تعرفش تعليقك أولا أنك صرحت قبل كنت ما كنتش تاخذ فلوس كبيرة هل هذا السبب خليك تخرج؟ جاء وقت اللي خرجت من الترجي وشفت اللي كهو معش نجم يعني نجم كلاعب شن نضيف للترجي ونجمش يعني نجمش نعطي أكثر من اللي عطيته للترجي دونك شفت جاء الوقت اللي لازمني نغادر فيه الفريق. الجمهور ما قبلش يشوفوك ولد النادي وسيرتو انك خرجت بلاش نهاية عقد فهذي ما حبوش من كمال زعيم. شوف انا ديما نقعد ولد النادي حب من حب وكره من كره دونك انا ديما نقعد ولد النادي ما عنديش مزية على النادي. لكن كما قلت لك يعني الموضوع هذا والله حكيت فيه برشا سنوات اما ديما وين يشوفوك يجبدوه لك اكيد حتى توا في الاسئله بمحبه يجبدوه لك حتى كان ما يحبوكش ما يقول لا خاطر فما 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 فرق يعني فما نوعين فما عباد تجبد لك السوجي هذايا بمحبه وفما عباد تجبد لك السوجي هذايا شنو كيفاش نفسر لك يعني بشركة على الحدث ويعملوا لك مشكله ويعملوا لك يعني بكره يعني بنيه خايبه لكن انا اللي نعرفهم يعني حتى كي يجبدوا لي على الموضوع هذا يجبدوا لي يعني بمحبه ويعرفوا الكواليس ويعرفوا شنو صار وما صارش لكن ابريتو انا نقعد ولد الترجي وما ما عنديش مشكل جاي كما قلت لك جاي الوقت اللي يلزمني كنت وقت باش نخرج فيه من الاسبيرانس ويلزمني نشوف تجربه لبرا خرجت قررت باش نخرج خرجت ممكن غلطت ممكن ما غلطتش لكن فما اشياء بعديك توضحت واشياء حكيت فيها مع المسؤولين نتاع الترجي غلطت ولا ما غلطتش وقت اي تنجم تقول غلطت علاش يا اخي عيب واحد يكون اكثر حاجه دفعتك باش تخرج وقتها شنو؟ ليه ما كاوكي قلت فما حاجات صاروا خلوك تخرج شوف حاجات صاروا كيما قلت لك بالنسبه لي انا شفت ذاك الوقت الوحيد اللي نجم نخرج فيه ما تحبش تحكي فيه الموضوع نحن من حق الجمهور باش يفهم شنو صار وقتها اي من حق الجمهور باش يفهم لكن كان في فريق كبير الاشياء هذيا يعني تحكي فيها مع المسؤولين وتحكي فيها ما تنجمش كي قدام الناس ولا عباد تسمع نرجع نحكي فيها كمال زعيم وصلنا الخروج ومن الترجي وايضا طريقه الخروج ما كانتش ما عجبتش برشا من حبايب الترجي يلوموه شويه حتى اليوم باعتباره ابن النادي ولو انه هو كمال ما يحسها بمعزه بطبيعه يا اخي باش نقعد ديما بدل النادي لكن كيما قلت لك راه فما صدقني من 2008 قداش طبعا 13 سنه هو نفس الموضوع نفس الحكايه علاش خرجت طريقه الخروج كمان ثاني لا قبل طريقه الخروج ممكن وقتها يعني ما كانتش تحبوا نحكيوا على يعني الفولي شنو هو الماتريال الفولي شنو اللي تحبوا تحكيوا عليه انا نفسر لكم نحكي اللي نحب باهي اوكي انا في وقت البريود هذيك ما كانتش فما يعني حتى الامور الماديه ما كانتش يعني في الاسبيرانس ما كناش نخلصوا في برشا فلوس ولا ناخذوا في برشا فلوس عكس يعني تو الكره تبدلت وتغيرت وبرشا اشياء تغيرت لكن وقتها انا واحد من ابناء النادي وندافع على النادي ونلعب على الفريق وما عندي حتى مزيه وبالعكس ما عنديش حتى مشكل انا نقعد باهت في عباد جي وتضرب في تضرب في الميات الملايين ها وتخرج مره الاولى جو دي بيان تخرج مره الاولى ومن بعد يعاودوا يجيو عاودوا يرجعوا وبعديك يعاودوا يخرجوا مره ثانيه والنادي صارف عليه قرابه 100 الملايين تحكي على اسامه دراج نحكي على حتى حد نحكي لا 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 نحكي ما نحكي على حتى حد ما نسمي حد ما نحب نسمي حتى يعني حد ما نعطيش ما نسميش بسميه ما نحبش نسمي عباد ما نحبش نسمي لكن نحكي لك يعني ومره واثنين وما صارتش يعني والحكايه صارت مش من لاعب برشا فما لاعبين صارت معاهم الحكايه هذه يا خويا شنو الوجه المقارنه بيني انا وياه اعطيني قارن لي شنو هو المقارنه تحب تقارن انت نسمع فيهم انا برشا عباد حتى كي بداوا يحلوا درا شنو وفلان عمل كيما زعيم عمل شنو عملت الدراجي وش عليه شنو انا شنو اللي عملت وايمن بن محمد لا حول ولا قوه والبدري رجعوا ولا ما رجعوش؟ رجعوا ولا ما رجعوش؟ ايه رجعوا، انت علاش ما رجعتش؟ اعتذروا انت علاش ما رجعتش؟ اعتذروا ما اعتذروش خرجوا انا اخويا كان صدرت مني اي حاجه نعتذر للجمهور الترجي. علاش ما رجعتش؟ ما رجعتش كيما رجعوهم، رغم اني نعرف في وقت من الاوقات كان فما اتصالات معناها مكتوب كان نبيل معلول يحب على كمال زعيم وقتها يرجع
كمال زعيم وقت العقد نتاعو موجود، كان حاضر العقد نتاعو، عقدي موجود. دونك سؤالي في محله، علاش ما رجعتش؟ مكتوب. اي جاوبني، موش اجابه، مكتوب متفاهمين، كل شيء مكتوب. مكتوب مكتوب، العقد نتاعي كان موجود وكان حاضر وكل شيء موجود، بعد نهارين كنت تدخل نرجع ندخل التمارين، ما عندي حتى مشكل. يا اخي شنو صار؟ لا والله ما عنديش الكواليس الداخل. شنو قلت قبل فما ملاعب يوقف لي فيها؟ لا مش ملاعب، زوز ملاعب. زوز ملاعب. زوز ملاعب. اللي هم؟ نجم سمي. ايش عملوا على الاقل؟ زوز ملاعب يعني. لا شنو صارت وقتها مشكلة صارت مع واحد، لكن كيما قلت لك راهو شوف ما حتى حد ولا واحد يجم يعني ينحي لي انتماء نتاعي للفريق نتاعي الترجي ولا، بالعكس انا موجود في متفاهمين فيا، موجود في تاريخ الترجي، ما عنديش معطيات وما نحبش نتكلم فيه، الموضوع هذايا تعديته فيه. المهم نحب هنا نلبش في الحقائق التاريخية. انت هاي الموضوع اسأل المدرب في نبيل معلول يحكي لك. شنو هي مشكلتك مع وسام دراج؟ ما عندي حتى مشكلة مع حتى حد. علاش وسام الدراجي يوقف لك باش ما ترجعش لدراجي؟ انا ما عندي مشكله مع حتى قاعد ندولك من البلايص الكل نحبك تجاوبني. ما عندي مشكله، انا ايش نقول لك؟ ما عندي مشكله مع حتى حد. وسام الدراجي ولد صغير طلع معانا. باهي شنو هو مشكلته مع كمال زعيم؟ ولد صغير هو طلع معانا، ولد صغير عاونناه باش يوقف على ساقيه. عاونته انت؟ عاونته بيان سور، وقف على انا ومعين وحمدي كسراوي والناس الكل اللي موجودين الكبار وقت الموجودين، عاونناه باش يقف على ساقيه. ايه؟ يعني ما كانش ينجم يعني كما جيناش نحن موجودين ما كانش ينجم يعمل بتاتري يفرض روحه في الفريق ونقفوا معاه. ما عندي حتى مشكلة. هو عنده مشكلة معاك؟ اللي عنده مشكلة معايا يتفضل مرحبا، أنا ما عندي حتى مشكلة مع حتى حد. هو قفلك بس ما ترجعش للترجي. الله أعلم. أنا عندي أنا شوف إيش أقول لك حاجة. أنا ما نحبش نتكلم في الموضوع ذا على خاطر شيء بالرسمي يعني حاجات ما نجمش نقولهم وعافيني باش نحكي. متكتم في كل شيء، تو باهي قبيلك على سليم شيبوب قلت لي ما نحبش نقولوا كويزين انت حتى هذه تهمك انت معناتها. تهمني انا لكن زاد كيف كيف اسم فريقي موجود واسم النادي اللي تربيت فيه موجود وما نجمش فما اشياء ما نجمش نحتفظ. كان يحكم وسام الدراجي وقتها في الترجي. يحكم فيش؟ في الترجي. فما يعني مش يحكم في الترجي فماش حاجة. ها حكم بس ما رجعتش. لا اعلم انت قلت. لا انت قلت، انت لمحت قبل في تصريحات قبل قلت. اللي هو قلت ملاعبي خرج انا قلت لك فما زوز انا قلت انا مش ملاعبي، قلت لك فما اكثر من ملاعبي. لا قلت فما اكثر من ملاعبي. لا انا في اخر خبر اونلاين قلت فما ملاعبي خرج ورجع وخرج ورجع وما خلانيش نرجع. يا رسول الله فما اجا نقول لك حاجه بالحق والله بالحق، فما كل ما فما حتى وجه مقارنه بيني انا ومن الملاعبيه اللي جات بعدي انا وخرجت. ما تجمش تقارن، واللي يحب يقارن يا خويا نعملوش حاجه. ها انا على ذمتك في اي وقت العباد اللي تحب تقارن واللي تحب زعما هي عندها المعطيات الكل وعندها الاسرار الكل وعندها الملفات الكل ولا عندها درش عندها موجود على ذمتك. واللي يحب يقارن مرحبا. نبيل معلوم ما كانش عنده موقف وقتها، ما فرش كي حب عليك ترجع ما قالش لا. كلمني وقت سي نبيل معلول وطلبني يعني باش نكون موجود معاه وعقدي موجود وكل شيء موجود في فوق الطاوله ما عندش فهم موجود. باقي الملاعب الاول عرفناش كل الملاعب الثاني قربنا على الاقل. لا لا يوسف المساكن ينجم يكون. لا مش مساكن مش يوسف. لا اما ليك ها الموضوع هذا يدخل التاريخ بالنسبه لي انا، لكن مالوغوزمون انا شو نقول انا يعني ما حبيتهاش تجي على خاطر شوف على خاطر الكرة تنجم توفى والكرة من بعد ما تربح منها كان العلاقات راهو مش بال نقول فيه كلام هكاك راهو بالحق. نهار اخر يعني كي تقابل ملاعب قديم ولا نهار اخر كي تشوف ملاعب قديم في الشارع تلاقي انت وياه، ما نحبش انا كي نشوف واحد انسان ندور وجهي ما نحبش نكلمه. ماذا بيا كي نشوف ملاعب قديم؟ صار هذا شفت وسام الدراجي دورت وجهك. كي نشوف ملاعب قديم، ماذا بيا نسلم عليه ونسأل على حواله ونسأل على يعني اش عامل يعني نفرح كي راه، ما نحبش ما نحبش نوصل المرحلة اللي راه واحد نقول يا ليتني مريته. اي صار ما صارش. هاني جاوبتك. قابلت وسام الدراجي. جاوبتك أكثر شيء من شو هذاك.